قومي معنا. ما بدي قوم. قومي. شو بدك فيني؟ لك اتحركي. ما قاعدة هون عم استرزق. شو بدك فيني؟ اتحركي. ما بدي. يلا. شو بدك فيني؟ لك اتركني ولا يهمك انت وياك اتركني. اتركني. يلا. وين الولد؟ جاوبيه. شوف انت وين مخبيه. يعني هربتي؟ فياض هرب. الحمد لله الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نجدت ما لها علاقة بهروبة، بس لازم نلاقي فياض. تعال معي. اتقلوها. شو؟ يا كيف كنت اتقلوها؟ امشي امشي امشي. أنا اللي بدي أعرفه وين عم تروح. من 10 أيام ما حدا شافها ولا حدا بيعرف عنها شيء بالضيعة. مسكينة، الله يكون بعونها. 1000 صبي ضيعته هالحرب وهالهوجة، ما حدا ترك الدنيا وراح يدور عليهم. طول بالك، أخوها وحداني وما عندها أولاد. إيه بس هذا شيء ما بيصير. يا بترجع على الضيعة يا أما تروح تلاقي لها صرفة بقى. قلت لك طول بالك، إن شاء الله الله بيبرد لها قلبها. يا أهل الخير، جاركم أبو عبد الرزاق كبير وحابب يستريح. حاطط محله للتسليم، اللي له الرغبة وعنده الإمكانية ليصير، والجار أحق بالشفعة، وانتو يا أهل السوق أحق الجميع، يا جيران الطيب، يا أهل الخير، جاركم أبو عبد الرزاق. شو عبدو؟ عم تفكر مثل ما عم فكر أنا؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بس مرتي قالت لي مشان نستأجر بيت. أخي البيت إمتى ما كان بيتدبر؟ بس الدكان ورزقة الدكان وإمتى ما كان بيتدبروا؟ معك حق، اتركني فكر. إذا راحت لك إن شاء الله ما بتروح. قول إن شاء الله. إن شاء الله. مسكين مضى نهار كله بالشمس بدون ما يكون في أي شيء على رأسه يحميه، وبدون مي كيف تحمل؟ وهي المجنونة اللي عم تدعي إنها أخته، معقولة تكون أخته؟ بحقق معها اليوم. وإذا طلعت فعلاً أخته؟ منرجعه أكيد. مستحيل، رح قاتل من شانه. بس هو أخوه. وأنا رح أتبناه. نتبناه؟ إيه؟ في حل تاني؟ يمكن أنت على حق، بس لازم بالأول نخلص من أخته. شو أبو محمد سعيد؟ مزيك هات حاسبنا هلا. السلام عليكم. سلام ما رد إلا شو لفيا لوان نعنون. بس المستان خلاص شرفي هلا هلا. شو رأيك حبيبتي؟ رحنا وما سألنا مثل ما بدك. يا عيني عليكي انتي يا خلاص، بقوني انتو على الفحامة وانا بطلب لي كم غرض بالحق. وهي سبقناك
الشاهين ها خلاص عيوني لا تخلينا نستعوى استاذ عبد ضبطي وشك ضبطي وشك مساء الخير يا امو اهلا بمهر انت لك شو في لك تعال وفتك فوت قلت هون تعال يا امي الله يرضى عليك بوس ايدك بدك يعني بوس ايدك هات البوسه صلي صلي على النبي امي شو الحكي يا امي الله يوفقك هي مرأة قوية سحارة ومكارة نحن مالنا قدها والله مالنا قدها بعدين يا امي انا صرت مرأة كبيرة والله مالي طالبة من ربي إلا يبعث لك ولد أخذه من إيدك هيك لعبه ودلله وضمه لصدري وحس إنه أنا صرت تيتي إمتى بدي صير تيتي طبي بالك أمي إن شاء الله إن شاء الله الله كريم مظبوط الله كريم بس هي المخلوقة صارت متجوزة قبلك اثنين إيه ما جابته لقطة يا شيخ عم تحكي أمي صلي على النبي أنت أكرم من الله ونعم بالله بس بيقول المثل قال يا حواجبه يا عيونه قال له كله على المغتسل باين شو عم تحكي مني شو مغتسل ما مغتسل طيب استغفر الله العظيم وبركي سحرتها لك شو تسحرني قال تسحرني ها يو ايه انا شفتها بعيني انا شفتها من الشباك ناوقت عليها لقيت لك اياها يا لطيف والعياذ بالله ناكشه شعراتها وسانه اظافيرها وحاطط لك هالقلم والورقه ونازله كتابي وعم تبربر عم تبربر بس شو كانت عم تبربر الله اعلم طيب يا عمو حشوفها شو عم تعمل هلا انا بعدين برجع لعندك ولي بركي سحرتها لك شو تسحرني نسياني انه انت عملتي لي اعجاب ايه والله مزبوط تقبرني خلاص خلاص القصة الله يخلينا اياك يا مو الله يحميك خليني اياك يا رب تقبرني يا اهلين ويا سهلين بسيدي وتاج راسي سيد الرجال كله ها شو كنت عم تكتبي؟ شو كنت عم كريم كريم ما تحكي شيء ايوه ما بتعرفي تكتبي ايه قولي هيك فكرناكي بتعرفي تكتبي شوفي ما في شيء المهم هلا هاتيها لشوفها شو هي؟ لك الرسمة اللي رسمتيها اليوم علي ما علي فوق العشرين زبونة كلياتهم واقفين بالدور كلهم بدهم رسمة لك يلا يلا ورجيني اياها ناطف قلبي حتى ما اشوفها بسرعه يلا يلا بسرعه لك شو ها ما عجبتك ما هيك نهايه ما عجبتني هي عجبتني بس بتخوف لك خالديه بتموت من الرعبه معقول؟ عبدو أنا خايفة أنا ميتة من الرعبة حاسة كل الحيطان عم تطبق علي حاسة حالي عم بختنق والناس كلها اللي حوالي حاسستها بتاكلني بتنهشني أنا شو اللي عملته غلط؟ شو اللي عملته غلط وما بيعملوه العالم؟ تجوزت كل الناس بتتجوز حبيت كل الناس بتحب تركت كل شيء ولحقتك مالي ندمان يمكن مو كل العالم بتعمل هيك بس انا رح اعملها مره ومرتين وعشره ومية يا حبيبه تمري ما احلاكي ما رقي انت الطاقه اللي بشوف منها الضوء بعد سنين من العتمه ما بعرف ليش الناس بستكترتك علي انا خايفه عبدو انا خايفه ترميني لا 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 خالدية ليش عم تحكي؟ أنا بدي أرميكي أنا أرميكي يا بنت الناس معقول الحكي؟ لك أنا كنت تحت الأرض أنت أبيتيني أب سويتيني فوق معقولة؟ شو شايفتيني قليل أصل أنا؟ صحيح عبدو عم تحكي صحيح لك أنا حبيتك يا بنت الناس أنا مالي غيرك وأنت مالك غيري لك يا أضحكي يا حكي ما بدي اشوفك حزناني منو يقبرني اللي خلقك لما تضحكي مع احلاكي ليش هدول؟ نحن سألنا عنك وعرفنا انك مجوزة بضيعة كفر طاب وليش لا تسألوا عني بقى؟ لا ترفعي صوتك نحن شغلنا نسأل عن الناس انت بتعرفي دخلتك على حارة الضباط الفرنساويين
وتهجمك على الكومندان ومرته، شو عقوبة هيك تصرف؟ لك أنا ما تهجمت على حدا، أنا كان بدي أخي. لك أحمدي ربك إنه جبناك لهون ما حطيناك بالسجن. بعدين معقولي ابن الكومندان يكون أخوك؟ ابنه؟ لك منين ابنه؟ أنا كمان سألت عنه وعرفت إنه خطفه من القلعة. لك خلصي، والله لولا طيبة قلب الكومندان ومرته لتخيتي بالسجون. اسمعي، هدول الرشين تاخديهم وبتروحي بترجعي على الضيعة، بتفتحي دكان، ولا عاد بدي أشوفك ولا عاد بدي أسمع صوتك. هلا بدك تفهمني يعني إنه الضابط تبعك طيب، وبدل ما يحبسني أعطاني مصاري زبط فيهم عيشتي. ايه نعم. لا يا سيدي، الضابط تبعك بده يشتري اخي وفيض مو للبيع. لك صحيح انكم جنس عاطل، ما بينفع مع كل المعروف. لك رد المعروف للي قتل امي وابي واخذ اخي مني. رموها برات المدينه، واذا شفتها مره تانية بدي ارميها بالسجن. أشرب. لك ضيفنا ايش بانا؟ اي مو على عيني. اهلين ياسين. هون عبدو؟ ايه تقبرني هون، طول بالك لروح ناديلك إلو. ايه عبدو شو في يا موش؟ في واحد على الباب بده اياك. خير ان شاء الله. شوفي طب رعبتيني على مهلك شوي شوي. تقبر عيوني شو صاير، نجمك خفيف. روح شوف ضيوفك. روح. مين بده يعني؟ ما بعرف ضيوف، روح شوف مين. ايه سيدي، خلينا نلقطه قبل ما يتصرف فيها. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ياسينو، بس انا مثل ما بتعرفوا ماني حمل دكاكين وما دكاكين. يا أخي بيقولوا إذا هبت رياحك فاغتنمها، وهلأ الريح معك، فهب هب مشان الله وشيلني معك. شو رأيك أنا بمسك الدكان الثاني وبنفس الوقت صانع عندك؟ حلو؟ يعني حلو. بس أنت أمن لي هالرسمات يلي طيرت عقل النسوان. مبارح لسه إجوا تنتين فرنساوية وطلعوا على الرسمات وطار عقلهم فيها. وحزير شو بدهم؟ شو بدهم؟ بدهم الرسمات الأصلية. ايه مو نحنا ننقلهم ياها وهنن يطرزوها، لا بدهم الرسمات الأصلية. وشو ما بدك خود. مشاكل. بدهم الرسمات الأصلية؟ ايه عبدو هذا باب رزق جديد. لكن شو فكر يا أخي، انت عود بالبيت ورسوم وانا بقعد بالدكان بيعون وبنفق لك يا هون. حلو؟ والله يا حلو. حلو كثير الحكي. لك شو صار بالقهوة يا ولد؟ نسيتني شو كنت بدي اقول لك. هلا ان شاء الله مفكر انه انا اجيت على البيت وطلعتك من عند اهلك مشان نيجي نشرب قهوة. مشان شو؟ شو بنعمل هون نحن؟ نشرب قهوة. الله عليك يا عمو، انا اتفقت مع ابو عبد الرزاق يجي لهون مشان نتفق معه. حلو؟ حلو. خلص معناتها ليش لا ولا يجي عبد الرزاق لك ليش لا.
ولك بس ولك بس يا خلاص ليه؟ عم تضربين؟ عم تضربين؟ على صديقي يا سيدي. اتفقنا؟ اتفقنا سيدي، وان شاء الله يكثر رزقك. الله يحفظك يا ابو عبد الرزاق ويديمك، وان شاء الله مشان المصاري بكره بكون عندها. وانا بكره ان شاء الله بنزل عند شيخ السوق بعمل لك التنازل. اتكلنا على الله. ايه لكان خلونا نقرا الفاتحه على نية التوفيق. اعوذ بالله. بس ما قبلت. بس ممكن على الأقل طردها خارج الحارة. حاول نجدة طردها ما قدر، صرخت ولمت الناس، وهذا موضوع شخصي ما بدي يوصل للقيادة. والعمل رجاه، والعمل حاسة عيونها محاصرة البيت، حاسستها معنا هون. انت انتصرتي. كيف؟ اليوم رح أقدم طلب اتبنى فيه فياض وانهي علاقتها فيه. هلا شو بدك؟ ليك عسلناك هكذا دخيلك. روحي اجي الزلمة روحي روحي. سيد رجاه، قانون الأحوال الشخصية ما بيسمح بالتبني. حتى بحالة زوجين مثل حالتنا؟ أنا آسف سيد رجاه، القانون واضح والتبني غير مسموح. يعني أنا مالي فهمان، أنتوا عرسان وطالعين تتسيرن، أنا شو دخلني؟ عرسان شو الله يسامحك، أصلاً السيران كله مشانك. مشاني؟ ليش بقى؟ يو، امبارح أنا وأبو عمر كنا بسيرتك، والله حياتك صعبة يا سياح. صحيح، ليش ما بتلاقي لك شي بنت هلا؟ أنا؟ الله يسامحكم. يلا لكان، خلونا نصل على البستان قبل ما تحمى الشمس، يلا. ما في حل غير انه نستنى لنرجع على فرنسا وهنيك نتبنى ولد. لا بدي فياض، تحديدا فياض. واهله والقانون؟ رح نلاقي حل. هذا الولد اجاني هديه من السماء وانا ما رح اتخلى عنه ابدا. وضعنا بالبلد صعب وما بدي اشكالات. انا وانت رح نوجد حل لهي الاشكالات. روجيه،
أنا روحي تعلقت بهذا الطفل، بدي إياه يكون ابني مهما كان الثمن. تفضل مرعي تفضل. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. هي هيك النسوان بتستقبل جوازة بعد هالغيبة يا بلا؟ مرعي الله يخليك، تعبانة وبالي متحملة اسمع منك ولا كلمة. ها تفضل، وأنا رايحة أعملكم شاي. وشو اللي متعبك ستي؟ فياض. طيب هي صار لك شهر غايبة، رجعتيه لفياض؟ عند الفرنساوي. وكيف بدك ترجعيه من عند الفرنساوي؟ رح ضل وراهن، رح ضل صرخ بأدانهم. بعرف إني مالي رجال وبعرف ما معي بارودة، بس عندي صوت بيوجع القلب. رح ضل كل ما أشوفهم أقول لهم بدي أخي، بدي فياض. ليلى أنا بعرف إني أكبر منك بكتير. لك هذا ما كان همي. وبعرف إنه ما قدرت أعطيكي أولاد. مو أنت اللي بتعطي، الله اللي بيعطي. بس أنا بدي إياك. وأنا بدي فياض. انتي قلتي انه فياض عند الفرنساوي، شلون نجيبه من عند الفرنساوي؟ رح ضلي وراه لرجعه. ضل وراهن لرجعه؟ وانا ما بعرف. انا ما فيني ارجع لبيت فاضي. اذا ما بترجعي معي بدي اتجوز. اعملي اللي بيريحك. يعني بايعتيني؟ بدي فياض. شوفي ليلى، رح اعطيكي جمعه لترجعي على بيتك، وان ما رجعتي طلقني. ايه بطلقك. طيب طلقني هلا. طلقني هلا؟ كبري عقلك، الحكايه مو محرزه. عم اقول لك طلقني هلا لاني ما لح ارجع البيت لحتى ارجع فياض. طلقني يا اخي. انت هيك بدك؟ نعم هيك بدي. ايه مثل ما بدك، انت طالق. كتر خيرك. العمل من رشا؟ مستحيل. إذا ادعت علينا تعمل لنا مشاكل. ما يقصد أسبوع وهي قاعدة على باب بيتنا، ما يقصد. عندي حل. شو هو؟ منبعث المدرسة الداخلية ومنخلي نجدة يقنعها إنه هرب وهي تدور عليه. فكرة رائعة رائعة. لك بتجنن، بتطير ضبناط المخ. يا لطيف يا خالدية، لو تشوفي اليوم الزباين كيف كفتت علي كفت. ما حدا بده غير الأصلية، لا بده النقل ولا بده تطريز. صحيح عبدو. لك صحيح مثل ما عمل لك، لكن شو؟ بس الله يرضى عليك يا خالدية، ما بقى بدي مثل رسمة امبارح. أني رسمة؟ لك هي تبع الوحوش وما وحوش ورعب ومدري شو، ما بدي اياها، الله يخليكي. ها والله أنا كنت ما بدي أرسمها، بس يعني هيك حسيت بالخوف. خلاص شو خوف وما خوف؟ أنا موجود بدك تخافي؟ لا لا خالدي عم تغلطي. ها أنت شو بتعملي؟ كل يوم الصبح أول ما تفيقي تصبحي بخلقتي، ولما تنامي بتفيقي، بتشوفيني نايم بتعدي بتتصببي علي هيك للصبح، بتردي ما بتفيقي لأنك تكوني مانك نايمة، بتطلع علي وبتتصبح علي وهكذا، ما بتشوفي غير شغلات حلوة 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 خير الله. تقبرني تقبرني ما أطيبك. على شو بدي أزعل دخيلك؟ على هالولاد يلي مالين حضني، ولا على الوحده يلي لما فيق بلاقي حالي لحالي وهو بالجبال؟ على شو عم يدور؟ شو عم يعمل؟ الله اعلم. طيب مو عم يلقط رزقكم؟ عم يلقط رزقنا؟ ليش فكرك ما بعرف شو بيحكوا عن الحواجين بالضياع؟ طيب هيك بتقلي له طلقني؟ هالشهر يلي قعدته هون متفرج فيه على الناس وعم بستنى لحتى فياض يرجع، كنت عم فكر فيه بحالي، لقيت انه ما في شيء ينبكى عليه. لك البقرة عايشة احسن مني، ودخيلك اذا علقني لقيتني عم دبرها من بيع حشيش الارض. لك هذا مانو رجال، لو كان رجال كان قال لي انا بجيب لك اياه من عيونه لو بدي موت. خليه يروح، هلكي بلاقي واحد احسن مني. هلكي اذا رجعت فياض بريح روح أمي وأبي. الخراب اللي شفته بحياتي ما ترك شيء ينبكى عليه. توب.
خلص هذا الشغل بده يوقف، ما عاد نشتغل هالشغل. بس يرضى يقبر قلبي، لك يشكل قاسي، لك يدوس على قبري. لك شبك بحتة فرد بحتة؟ مو لا يدرى بالأول؟ بيدرى، لسه بيدرى وحياة عينيك. أصلا لازم يعرف إني أنا تركت كل شي كرماله. بتعرفي منور، الكلام اللي بيحكوه بالأغاني طلع مزبوط. ايه وشو بيقولوا بالأغاني بعدي؟ بيقولوا بالأغاني إنه الحب جنان. روحي روحي، الله يبليكي بهيك جنان، لنشوفك وقتها كيف رح تنطي وما تحطي. روحي اعملي لنا فنجانين قهوة خلينا نعدل هالمخ. ايه والله تأخر، خايفة يكون صار له شي. لا ان شاء الله، الله لا يضرك فيه. ان شاء الله يا رب. ام عزات؟ نعم. بدي اسألك سؤال. شو؟ هلا في شي طريقة للمرأة تعرف اللي ببطنها بنت ولا صبي؟ يا تقبريني، شو هالحكي؟ هاي شغلة علمها عند الله. بعدين انت ليش بدك تعرفي؟ اي والله خايفة تجيني بنت. لا لا ان شاء الله هالمرة الله بيكرمك بصبي. تعرفي ابو محمد سعيد قديش صعب؟ والله معك حق، من جهة عقله صعب، عقله صعب. لك بدي اقول لك انه عندي. تفضلوا شباب. بدك شيء معلم؟ الله معكم، مع السلامة، يعطيكم العافية. تعال شوفوا لي مريم شو بدي. مبروك ام محمد سعيد. أهلين معزات، خير؟ أنا حبلك. عم تحكي جد؟ يوه لك. إيه ها؟ يلا بيضي لي إياها بقى وجيبي لي محمد سعيد. بركي بهالطريقة بقدر ببلفه. بعد هالعمر. شو شايفتيني ختيارة؟ العين تطرقك إن شاء الله. وحياة عيني إذا بجيب له الصبي إيه ما عاد يطلع تطليع حتى بمرته الأولانية. شو فكرك لك؟ يعني خلاص أمنتي إنه يتجوزه؟ قومي وليه؟ قومي من وشي، قومي أحسن لك تضربي بهالكسم. قومي قومي، شو مقعدني معك أنا؟ قطة. كرر وراي. قطة. فقر. فقر. بنت. بنت. ولد. ولد. ماما. ماما. صياد كريم هاي. ماما. ماما. على خيرة الله، وإمتى بيوصل الرزق؟ بعد صلاة العصر إن شاء الله أحيانا. يا رب، وهي المصاري صاروا عندك. الله معك أبو أحمد. الله ضيق. السلام عليكم. وعليكم السلام، بعنا الكيسين. قدي؟ مثل ما اتفقنا. عود أبو إسماعيل أعمل لك سيجارة. شو أبو عبيد؟ شايفك مشقري. كل هالقد المصاري. لا والله مو المصاري، بس كأنه هالزمان بلش يضحك لنا. حلو، ضحكنا معه. كمان أم العيال حبلاني. هالمرة إن شاء الله إن شاء الله محمد سعيد على الطريق. أوف أوف أوف، شو هاد يا أقبلي؟ لكن ما أقبلي. المهم أبو عبيد، بدنا حدا يوصل يجيب لنا كيسين تانية. يا هو طلع نشرب ناس سيجارة وبعدين نتحسن هالشغل. يلا شدوا لمة شدوا لمة معي تاك. يلا بعدين. لك شو هاد يا أبو شاكر؟ نالك محل عبده وبشكوره بس، وعطت لي فن حديث ما فن حديث. لك ايه، خلي شي جديد، خلي الختياريه يتجاكر. ايه والله ما حد حكى يتجاكر. شو هو؟
شو ها؟ شايف ما وصل له بالقصر امبارح العصر؟ شايفه فتح دكان جديد؟ ايه سبحان رازق الطير بالسماء. نفسي اعرف، بس نفسي اعرف عبده شلون ماشي السوق معه لحنا دائما. شو شو جابك لهون؟ تعال شو تحت شو جابك؟ عمي انت قلت لنا بدك تعطينا مصاري مشان الكسوه. بلا انا قلت لي، بس انا قلت لك تيجي على الدكان شيء يعني ضروري تحجن هون بالسوق. المصاري ابن يابي يابي هذا مو عبده. خرسي قطع على وشك وخرسي. تعال لك انا 100 مره قلت لك لهون على السوق لا تجيب لي اياه، يعني ضروري تتفرج على الرجال وتقول لي هذا عبده وهذا دراب الصخن. ضروري. طول بالك انت صاير عصبي ابن عمي، كثير صاير عصبي. روق روق تقبرني يا ابن عمي، بدنا مصاري. لك منين يا حصره منين؟ مالك شايف السوق ده؟ لك شهر كامل زبون هالمحل هذا ما فاق. المصلحة هاي رح أغيرها. ارتحتي؟ أنا ما ارتحت ابن عمي، بس يا ابن عمي الله يخليك دبرها. قول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اليوم تدبر لي شي قرشين، وإلا بعد الدين ما يصير الفرج. يلا الله معكم الله معكم. الأواعي الأولاد ابن عمي الأواعي الأولاد. خلص قلت لي مو بعد الشدة غير الفرج. الله معي خلصيني على البيت روحي. يلا ما بتعطينا ولا شوية عصر. لك اليوم ان شاء الله بدبر لكم. روح لا خلصيني الله معك روحي. الولد مو كلب مدلل ولا قطزينه، بس عم يرفض يقول لي ماما. الولد كبير بيعرف اهله، ونحن لازم نقرا انه نحن حنصير اهله. كيف؟ بالهدوء بالحنان بالوقت. بس انا مشتاقه لكلمه ماما. بيصير بس بدها وقت. شو مشان المدرسة؟ صحيح مدرسة يتعلم فيها الأدب والفكر واللغة واللباقة، وأهم شيء يبعد عن هي اللي عم تدعي إنها أخته. يعني موافقة على المدرسة؟ طبعا. طيب أنا رح أسأل على المدرسة وأنت خففي الدلال مشان ما تفقدي. حاضر. والله نيالك على هيك كناين يا هيك كناين يا بلا. لا يا اختي الله يوفقك، هي تكف بلاها عني وانا بألف خير من الله. ايه بس تتركك هيك لحالك انت اللي تغسلي وتطبخي. ايه والله الله ما قاله. والله مستعده اشتغل كل شيء حتى اوعيها مستعده اغسل لها هون، بس هي تضل قاعده بغرفتها عم تشخبر وما تورجيني وشها منوب. يو تشخبر شو عم تشخبر؟ شو بعرفني، كل ما بفتح عليها الباب بلاقي لك اياها ماسكه هالقلم وحاطه هالكرتونه ويلا على شخبرة. يو ام عبدو ليكون في بعقله شي؟ ديري بالك. ها مالي عرفانه ابني عبدو شو هالمراه هاد، شو عاجبه بشخبرتها؟ والله مالي فهمانه. وشو ما بتلاقيه الا رايح جاي وحامل هالكراتين وهالاقلام وبيقول لها عدي انتي اشتغلي امي بتساوي كل شي ولا يهمك. وبيلتفت علي شو بيقول لي؟ امي اذا لازمك شي وتعبانه لجيب لك وحده. لكان هي ليش اتجوزها؟ لكن لك خالدية مو صرت معلم أنا؟ المعلم لازم يلبس مثل المعلمين. لحقت لحقت تمل مني وأنا اللي بايع الدنيا كلها وشاريتك. قولي على عمتي دخيلك ببوس إيدك مشان الله انصحني اللي شو ساوي شو أعمل. مو بدك تجوزه مشان ينصليح؟ يقطع عمرك على هالفكرة يلي لا بتسر ولا بتنوميس. قلتك خايف ان اول يوم لك بالمدرسة؟ شو هاد؟ شايفة شو بحبني؟ يقبر قلبي بحبني كتير. يا سلام
هي رح تكون غرفة الرسم تبع خالدية. ليش ما بتجوزوا بنتك فاطمة؟ مو أحسن له من مرته هي اللي حكيت لي عليها؟ يا مسكين يا عمر، بدهم يحملوك كل شيء ما قدروا يحملوه.